بعد 3 أعوام من الحرب وفشل الجهود السياسية، لا يزال المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد يعد بخطة جديدة وجولة جديدة لمشاورات لم يتقرر مكانها ولا موعدها. أنا حاليا في صدد العمل على مقترح شامل يتضمن مبادرات إنسانية لإعادة بناء الثقة وكذلك خطوات لعودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات. المبعوث الأممي الذي كان يتحدث أمام جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط أوضح جانبا من أجندة المشاورات المقبلة التي كشف عنها وتتضمن مبادرة إنسانية لإعادة بناء الثقة والخطوات اللازمة لإعادة طرفي النزاع في اليمن إلى طاولة المفاوضات. ولد الشيخ وفي أعقاب جلسة مجلس الأمن عاد وأوضح في تصريح للصحفيين أن خطته تتأسس على المقترح الخاص بإدارة الحديدة ومينائها وتوريد الأموال إلى صندوق خاص يسمح بصرف المرتبات للموظفين، وهو المقترح الذي رفضه الإنقلابيون من قبل. إن أطراف النزاع في اليمن ماضية في صراع عسكري عقيم يعيق طريق السلام في وقت يعاني فيه الشعب اليمني من كارثة إنسانية عارمة صنعها الإنسان، فقد استمرت الاشتباكات وتبادل النيران الثقيلة على جميع المحاور الرئيسية. طغى على مناقشات جلسة مجلس الأمن الوضع الإنساني المتدهور جراء الحرب إلى حد دفع بالمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى اتهام أطراف النزاع بالمضي في صراع عقيم بينما يعاني الشعب كارثة إنسانية، حيث يعاني ثلثاء محافظات البلاد خطر المجاعة وتفشي الكوليرا التي وصفها بأنها الأسوأ في تاريخ العالم. وكان حضور ومشاركة الطرف الإنقلابي في كافة جولات التفاوض السابقة عبارة عن مناورات لكسب المزيد من الوقت لفرض مخطط إجرامي يهدف إلى تدمير اليمن والاعتداء على دول الجوار ضمن أجندة تقودها إيران لنشر التوتر وزعزعة الاستقرار في المنطقة. هي السياسة التي يراها مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة السفير خالد اليماني متصلة بالدور الإيراني في الأزمة والحرب، خصوصا وأن كلمته تطرقت إلى مخاطر الصواريخ التي قال إن مصدرها إيران والتي يهدد الحوثيون بإطلاقها على السعودية والإمارات، ليصل إلى تأكيد أن السلام المستدام لن يتحقق إذا لم تتوقف إيران عن التدخل في شؤون اليمن والمنطقة. السفير اليماني أعاد التذكير بأن مرجعية السلام المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن تتوفر على عناصر الحل المستدام للأزمة اليمنية. مسار طويل مشائك ينتظر المبعوث الأممي لإخراج أحدث مقترحاته إلى حيز التنفيذ كما وعد، في ظل مخاوف من أن تتحول تحركات المبعوث الأممي هي الأخرى إلى جهود عقيمة تماما كالصراع الذي تديره الأطراف في بلد يبدو أنه لن يتنفس الصعاد قريبا.